عندي صدور فراخ متقطعه شاورما او مكعبات صغيره زي ما انتوا عايزين، عندي رز مستوي، زيت سمسم، بصل اخضر، بسله مسلوقه، جزر مبشور، وصويا صوص. هنعمل ايه؟ هنقول اول حاجه بسم الله، هنحط هنا زيت السمسم ولازم يكون الوك سخنه مولعه، ونقول بسم الله وننزل الفراخ معاها نص الصويا صوص، نص البصل الأخضر، نص البسلة، ونص الجزر، وأقلب. أول ما الفراخ تستوي، أنا بحب، هو الصراحة المطبخ الآسيوي ما فيهوش فلفل أسود، بس أنا طالما فيه فراخ بحب أديها شعرة، يعني شعرة يعني مش هتبان في الوصفة بس برضو إيه تبقى أمان للفراخ. الوصفة خلصت يا جماعة، الوصفة خلصت بجد، إحنا خلصنا خلاص. الرز المسلوق هينزل عليها. لو أنتوا بقى هتعملوا الخطوة بتاعت البيض، بتجيبوا بيض تربوه بره بالملح والفلفل وتحطوا عليه معلقه صويا صوص. بعد ما تنزلوا الرز زي ما انا هعمل دلوقتي، بتجيبوا الخليط بتاع البيض تنزلوه سرسوب وانتوا بتقلبوا، فبيبقى مختلط مع الرز كله. بس ده كل الموضوع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، فراخنا استوت اهي مع الصويا صوص، زيت السمسم، بسله وجزر وبصل اخضر، واقوم نازله بالرز المسلوق. والوصفة دي رائعة لو عندكم بواقي رز، ده بالذات بواقي الرز ما بنعرفش نعمل بيها ايه. اكمل بقى بقية الحاجات الطازة، صويا، بصل اخضر، جزر، وابعد عن النار ونقول شكرا للوصفة. وكده نكون خلصنا أسرع مطبخ، المطبخ الأسيوي، وحقيقي ما بياخدش أي وقت على النار ومنجز. وبرده تاني دي وصفة متكاملة على بعضها، الرز مع الفراخ مع الخضار، فبرده ده فطار متكامل، غدا متكامل، عشاء متكامل.